بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في فيديو جديد ولقاء جديد على قناتكم بيت نور لطيور الزينة. النهاردة نزلنا سوق السيدة عيشة يوم الجمعة 4 يونيو 2021 عشان نعرف لكم اخر اسعار طيور الزينة واكل العصافير. النهاردة كان الاقبال على السوق بنسبة كبيرة زي الاسبوع اللي فات، وكان اغلب اللي نازل بيبيع مش بيشتري، وزي ما احنا متعودين في الوقت ده من السنة ان الناس بتبيع الزيادات اللي عندها، يعني اللي عنده حاجة مليسة او حاجة مش شغالة بيخلص منها علشان ما يقعدش يأكل في الصيف وخلاص. النهاردة كان في حركة لم بسيطة، يعني هي ما كانتش زي الجمعة اللي فاتت بس كان في لم، وهنبتدي التقرير بتاعنا المعتاد بأسعار العصافير الاسترالي. اللي كان اللم فيها النهاردة ب60 و65 جنيه للجوز الزغليل، وكان في ناس معاها ألوان تركيبات كويسة، كان الجوز منها التجار كانت بتاخده على 70 جنيه. أما اللي جواز الشغالة ما كانتش مطلوبة من التجار النهاردة، إنما بين الهواه كان سعرها عامل 90 جنيه للجوز. نيجي بقى للألبينو واللاتينو، اللي كان بيتلم النهاردة على 70 جنيه للجوز الزغليل، والشغال كان بيتداول بين الهواه على 100 جنيه. أما بالنسبة للفالو فكان سعره النهاردة عامل 150 جنيه وبيوصل ل 170 جنيه في الجولدنات. نيجي بقى للفلل اللي انتشر النهاردة، منها مستويات كتير وحاجات فلل مش كاملة، كتف واحد، شوشة وكرك، كانت بأسعار رخيصة. إنما الفلل الكاملة كانت بتبتدي من 300 جنيه للجوز، وكانت بتوصل في المستويات العالية ل 600 جنيه. نروح للإنصاف اللي كانت أسعارها النهاردة بتبتدي من 300 جنيه للجوز وبتوصل ل 500 و550. أما بالنسبة للإنجليزي فكان في النهاردة مستويات عالية منه، كان سعر الجوز بيبتدي من 1200 جنيه، وكان في حاجات النهاردة بسم الله ما شاء الله كانت بتوصل ل 4000 جنيه للجوز، مستويات عالية. نيجي بقى للرمبو اللي كان سعر الجوز فيه النهاردة بيبتدي من 350 وبيوصل ل 650 جنيه. ودلوقتي معادنا مع عصافير الكوكتيل اللي كان سعر الجوز في الكوكتيل الحبشي 250 جنيه، والتجار كان بيلموا ذكورة حبشي الدكر على 100 و110. بعد كده كوكتيل الايزابيلا اللي كان سعر الجوز الزغليل عامل 200 جنيه والشغال 300 جنيه. وننتقل دلوقتي للكوكتيل اللاتيني اللي كان عليه لم كبير النهارده، وابتدى ب 350 جنيه للجوز ووصل ل 380 جنيه. والتجار كانوا بياخدوا كله بسعر واحد، شباب وكبير، كله بسعر واحد. انما في حركه التداول كان سعر الجوز الشغال وصل ل 500 جنيه. نيجي بقى للمصبعات اللي ابتدى السعر فيها من 350 جنيه للجوز، وكان في حاجات مستويات عالية وصلت ل 600 جنيه. أما بالنسبة للوايت فيس فكان سعره النهاردة عامل 200 جنيه للدكر. ننتقل دلوقتي لآخر حاجة معانا في كوكتيلات، وهي الكوكتيل الألبينو اللي كانت فيه منه مستويات كويسة، وكان سعره عامل 2000 جنيه للجوز الشغال. ونروح دلوقتي لعصافير الروز اللي كانت أسعار الجرين ليت فيس والألوان العادية كان ب 300 جنيه للجوز الشغالة و 200 جنيه للزغاليل. اما بالنسبة للروز اللاتيني فكان سعر الجوز الزغليل عامل 300 جنيه والشغال 400 جنيه. نيجي بقى للروز الالبينو اللي كان سعر النهاردة للجوز الزغليل 650 جنيه و 1000 جنيه للجوز الشغال. ونروح بعد كده للروز الاوبلاين الاورنج فكان سعره عامل 1000 جنيه في الجوز الشغال. نخش بقى على الفشر. الفشر الاخضر والذهبيات والالوان العادية كانت اسعاره 200 جنيه للجوز الزغليل و 350 جنيه للشغال، وكان بيوصل ل 500 جنيه في البلاك ماسك. ونروح دلوقتي لعصافير الزبرة. ما كانش فيه زبرة كتير النهاردة، واللي كان موجود كان بيتباع الجوز ب 80 جنيه. وبالنسبة للفراولة كانت ب 130 جنيه للجوز، والمذبوح كان ب 200 جنيه للجوز. وبالنسبة للويفر كان موجود جوه السوق الجوز ب 250 جنيه. ونروح دلوقتي لعصافير الجوا اللي كان سعر الجوز في الجوا الحبشي 250 جنيه، والجوا الأبيض كان عامل 300 جنيه للجوز. نيجي بقى للحسون اللي ما كانش موجود في التداول خالص، وكان موجود عند التجار، وكان سعره عامل من 450 ل 500 جنيه. نروح بعد كده للكناريا اللي كان متواجد منها النهارده اعداد مش كبيره قوي، وكانت اسعارها بتبتدي من 400 جنيه وبيوصل ل 650 جنيه حسب العمر. ودلوقتي معانا اليمام الماسي اللي كان سعره النهارده عامل 350 جنيه في الاجواز الشغاله. واخر حاجه معانا في الطيور هو طائر المينا اللي كان عامل من 350 ل 400 جنيه في الجواز الشغال. ودلوقتي معانا اسعار الحبوب واكل العصافير. كان النهارده الفلاريس سعر الكيلو منه عامل 18 جنيه. بالنسبه بقى للبلكم كان عامل 11 جنيه للكيلو. الدنيبه كانت ب 8 جنيه وكانت بتوصل ل 12 جنيه في الدنيبه الرومي. سعر كيلو اللب بقى كان عامل 15 جنيه، وكان في اللب البلدي كان الكيلو عامل 13 جنيه. بعد كده السبيا او المحار الكيلو كان عامل 45 جنيه. بكده نكون وصلنا لنهايه تقريرنا النهارده.
وده كان تقرير ملخص لاغلب الاسعار اللي كانت موجوده في السوق النهارده. حاولنا ان احنا ما نطولش عليكم علشان ما يكونش طويل قوي. حاجه كمان حابب اقولها في الاخر، ان احنا بنتعب جدا على ما بنجيب لكم الاسعار دي. بننزل السوق، بنكون هناك من 6:30 الصبح. فتقديرا لمجهودنا ادعمونا بلايك وكومنت وشير عشان نستمر في تقديم التقرير بتاعكم كل اسبوع. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.